إذا كنت حامل أو تحتضنين أنك حامل، يمكنك أخذ تطعيم كورونا، فإن الحوامل في أغلب الدول يأخذون لقاح الفايزر أو المودرينا. عندما تقومين بأخذ موعد للتطعيم، سوف يقومون بفحصك كاملا للتأكد من سلامتك، ويقدمون لك غائمة بأسماء المراكز التي توفر هذا النوع من اللقاح. في كل من النوعين من التطعيم يكون الفيروس ميتا غير حي، لذلك لا يؤثر على صحتك أو صحة طفلك. لا توجد أي مشاكل معروفة للتطعيم عند الحوامل. عند حضورك لمركز التطعيم لأخذ اللقاح، سوف يقومون بشرح كامل لك بفوائده ومؤثراته الجانبية. يمكنك استشارة طبيبك الخاص قبل اتخاذك القرار، أو خدمات الأمومة لتقديم النصائح. لزيادة المعلومات عليك الدخول لموقع الصحة العامة Public Health England.